الفنانة ريم البارودي اتعرضت لأزمة في الجزائر بسبب فندق الإقامة اللي كانت قاعدة فيه، فلجأت ريم لبوست على الإنستجرام وتسببت في حالة من الانتقادات الجماعية من الشعب الجزائري على صفحتها. يلا بينا نشوف إيه سبب الأزمة دي وإزاي اتصرفت ريم مع الموقف ده. أنا ماريا مجدي وكل ده هنعرفه في الفيديو اللي جاي. ريم البارودي اتسببت في أزمة بينها وبين الشعب الجزائري، وده بسبب بوست كتبته على صفحتها الشخصية على إنستجرام بسبب أزمة تعرضت ليها مع إدارة الفندق اللي بتقيم فيه في الجزائر. البداية سافرت الفنانة ريم البارودي إلى الجزائر علشان تحضر حفل خاص تابع لأحد بيوت الأزياء في الجزائر، وهي مقيمة داخل فندق اتعرضت لسوء معاملة من إدارة الفندق. كتبت ريم البارودي على خلفية ده بوست على صفحتها الشخصية وقالت فيه إن الواحد بيعرف قيمة بلده لما بيسافر برا مصر، وقالت كمان عمار يا مصر، وقالت إنها زهقت وعاوزة ترجع لبلدها تاني. اتسبب البوست ده في حالة من الانتقادات عليها من قبل الشعب الجزائري اللي وصفوا كلامها بإنه إهانة للشعب الجزائري، فعلشان كده اضطرت ريم البارودي لحذف البوست ده بعد تعرضها للانتقادات من الشعب كله. بعد كده كتبت ريم البارودي بوست من جديد وقالت إنها بتحترم وبتقدر شعب الجزائر، وقالت إن أزمتها الأخيرة مع إدارة الفندق ومش مع الشعب الجزائري نفسه، وقالت كمان إنها بتحب وبتعشق الشعب ده، وقالت إن مفيش غير الاحترام والمحبة اللي بينها وما بين شعب الجزائر، وقالت إنها ما تقصدش بالبوست أي إهانة للشعب، وقالت إنها تقصد إدارة الفندق. وعن حل أزمتها قالت ريم البارودي إن بعد ساعات من نشر البوست اللي بتنتقد فيه إدارة الفندق اللي بتقيم فيه في الجزائر، قالت إن إدارة الفندق تواصلت معاها على طول وقالت إن تم حل المشكلة بشكل نهائي. وقالت ريم إنها بتقدم كل الشكر لإدارة الفندق على سرعة حل مشكلتها، وكمان بتشكر الشعب الجزائري على حسن الاستقبال، وقالت إنها تراجعت على قرار عودتها لمصر، وقالت إنها قررت استكمال رحلتها في الجزائر. كمان شارك في الحفل ده الفنان المصري محمد شاهين اللي على طول تواصل بشكل دائم مع الفنانة ريم البارودي بعد نشرها عن أزمتها مع إدارة الفندق، وأكدت ريم البارودي على إن شاهين من الشخصيات اللي بتحبها جداً، وقالت كمان إنها تعرف شاهين كويس قوي، وقالت إن صوته حلو قوي وبيعجبها، وقالت كمان إنهم اتقابلوا قبل كده كتير في المناسبات، وقالت إن معدن الإنسان بيتعرف في السفر، وإنها كسبت إنسان وأخ بجد في حياتها بسبب وقوفه جنبها في أزمتها مع الفندق في الجزائر. وبعد انتهاء أزمتها مع إدارة الفندق، ريم البارودي نشرت على إنستجرام فيديو من زيارتها للجزائر، وقالت إن الجزائر جنة الله في الأرض. وكمان ريم البارودي بتستعد لمسلسل نقل عام اللي كتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب وبطولة عدد من النجوم زي محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب وأحمد بدير وكمان مريهان حسين ومحمد محمود عبد العزيز ونهلة سلامة، والمسلسل ده بتدور أحداثه في 30 حلقة. دي بقى أزمة الفنانة ريم البارودي مع الشعب الجزائري اللي تم حلها وقدمت ليهم اعتذار على صفحتها الشخصية، وفي النهاية مستنيين كومنتاتكم على الموضوع ده.